اهلا وسهلا بمروان، شو احوالك؟ لاباس؟ غيبه. اي نحب الحي نيو ميديا ساعه اللي خليوني نتكلم وما يقصوش كيما مش برشا قنوات وبرشا تلبس، فهمت؟ هكا شنو جديد مروان في حكايتك؟ عندي عامل تالي، تعرفت على شخص عاتي بنته الملوك في السعوديه، فهمتني؟ جنسيه الشخص هذا حبايب من غير ما نحرجوه، يعني مسؤول؟ والله لا، هو جنسيه تونسيه فرنسويه وعايش بين دبي والسعوديه وفرنسا. تعرفت عليه في تونس؟ تعرفت عليه في تونس واعطيته اوراقي وهزم البرة. يعني باش يعاونك؟ اي باش على اساس يعاوني. اي فهموه السعوديين اللي موضوع مخطر، معناه من اعلى مستوى في السعوديه، فهمت؟ موضوع مخطر على خاطرك الابن، خاطرك ولد بن علي؟ الزوز حاجات، الام والبو، كومبليكاسيون في البو، فهمت؟ اللي هو اكس بريزيدون كان في تونس والناس كل تعرف تو الشيء هذا، ولا احد معروف في العالم. وثاني حاجه الام البيولوجيه قلبها كاسح، فهمت؟ عملت لي بلوكاج في الدنيا كل، فهمت؟ تي انا دانييرمون شديت خدمه مع لونو في اللاك، خرجوني، فهمت؟ معناها فما كاسح من ناحيه مروان استبع فيا وراي، يحبوا يمرضوني، فهمت؟ يعني بجيت هنا بالنوبه 2005 مع بن علي، حاشا مستاهلش وشعب كامل منوبه، ولا الناس كل مرضت، فهمتني؟ كلها بالعصب حاسين. نرجع لك، علاش امك البيولوجيه قلبها كاسح من ناحيه؟ السمعه. اي السمعه والشر، ما حبش حتى تبعت لي طرف فلوس قبل الوقت اللي خاضت حبت وانا ما وافقتش، ما حبش حتى تبعث لي تار فلوس، امراه ارشي ملياردير، فهمت؟ حتى باش نعاون روحي نلقى وين نسكن ونضابطي ونعيش كمواطن عادي. نحب نشكر مساعد وكيل الجمهوريه، اول شجعني سي حاتم الرحموني، هذه ثاني مره نقولوا في النيو ميديا عند زميلتك غاد، قال لي كمل انت 20 سنه في المسار هذا ما تعيش، واني نستنى في ولايه تونس والي يتعين ولا السيد معتمد الاول يعطيني شي دار، فهمت؟ ربي سهل ننظف، فهمتني؟ في مخي وفي عقليتي وفي مظهري نشوف خدمه كي العباد، ومام تون نحارب على هم الدنيا اللي ربي واحد اللي كاتب له بي. دبرت خدمه وطردوك هكا؟ اي خرجت. ليش انت خرجت والا طردوك؟ نتاع لوني اي ريسبسيونيست، كنت في اللاك دو، فهمت؟ اي حاجه باهيه، في مابل ريزيدونس تاع لوني. اي جا شكون نبه على اللي عمل لي ريكريتمون، قالوا خرج علينا هذاك راهو ولد بن علي وعنده برشا مشاكل، فهمت؟ وكان يخدم في سفارة امريكا، معناها هو متنبر، معناها عباره واحد تي انا في الليست الكحله سنوار. الحمد لله ربي كل مره يكتب لي اي ليست نوار، البلاك ليست، الحمد لله واحد يشكر ربي كل مره يكتب لي ربي عمر جديد. وكاو صعوبات تقريبا؟ ايه برشا صعوبات. داني انا ما كلمت عبد الرزاق الشابي اللي عربي، هذاك انسان كاميكاز وقمر حتى على حياته وقت القناه التابعه العربي نصر، وبعد برشا قنوات تو داني انا ما قالوا لي نعاودها مره اخرى تي اف وفرانس 24 عملوا علي دوكيومونتير كامل. عندي حاجه ما ذكرتهاش، عندي قضيه مع كارتاج بلوس، عملوا معايا روبورتاج مده 6 شهور بشهود، فهمتني؟ وما حبوش يعدي، وقالك جاتنا تعليمات من فوق ما نعديوكش، فهمت؟ معناها فما ضغط وفما ناس تراقب من بعيد لبعيد، فهمتني؟ علاش مروان تو تعيش في الضغط بالرغم انه فات كل شيء يعني؟ ما فيش، المحيطين بيه والانتوراج هو وياه موجودين عصاباتهم، فهمت؟ يعني العصابات ما زالت موجوده هي نفسها؟ بالطبيعه حتى في الدوله اللي جينيرو في الامن، فهمت؟ ولا في الدفاع اخي ما عندهمش دم وبوليس تكنيك، تو يخلقوا المساك يطلعوه الامريكان في الصحراء، فهمت؟ ما يحبوش، معناها بلبله باش تصير، ومعناها خذيت اللقب من هنا باش نولي في موضوع اخر لبرا، باش نولي نطالب بالاملاك والتعويضات. خذيت اللقب صاي؟ خذيتش، ما عندي حكم من محكمه، فهمت؟ من قاضيه، فهمتني؟ سابقه ظالي ولات محاميه مشكوره رجال خلاع، معناها اللي يحب يستفسر على موضوع يسهل الماتر فوزي العبيدي حتى هاو نمرو 22 584 139، تعدى معايا في برشا تلافس وقمر على حياته.
وصلت الحكايه هكاك، ناخذ حكم من باستور قعد هكاك مرفوض، علاش الله اعلم. فهمت توا باش نشوف، باش نعاود من اول وجديد، باش نقوم بقضيه نتاع تحليل جيني، باش تعاود من الاول كيما قال لي وكي جمهوريه فسخ وعاود وكبش. فهمت معناها وليت انا ويا اصحاب، وكلم عليا حتى برشا بوليسيه باش يريضوا عليا وقت. فهمت فسخ وعاود من اول وجديد، نحب بوليس تكنيك وفرقه الاحداث والطفوله هما اللي باش يقوموا بالاجراءات. فهمت يعني انت مروان باش تعاود كل شيء من الاول وجديد؟ فسخ وعاود وكو انا ما اما بالقانون ما عادش كل الشغب نتاع قبل الهم، يعني كل شيء قانونيا عرف عملت برشا همجيه. فهمت انا شوك راي، فهمت شوك تطريتي من خدمتي وتحتيمتي من مستقبلي، وشوك لشكون البو والام. فهمت اللي ربيوني كان وكاله بحذايا عباره على فهمني سند كبير ياسر، مشاو على رواحهم، لقى روحي فجاه وحدي بشوي على رواحهم. توفيوا والله يرحمهم. فهمت اللي ربى اقوى من اللي جاب. فهمت فهمت معناها اللي تربي تغلب اللي تولد، اللي تولد ربي يسامح. هكا حاليا مروان حياتك يعني كيفاش؟ والله يعني قاعد قلت لك ننظف في روحي ونرجع في مؤهلاتي الصحيه والعقليه وباش نشوف كيفاش نباشر خدمه كي العباد الكل. ان شاء الله ربي يسهل لك. فهمت نعم المحكمه مازالت كي حلت باش نعاود كما قلت لك. المهم تثبت وتاخذ حقك يعني. دم وفصيلة بدنه الكل فهمتني، يعطيوني معناها حقي ووثيقتي القانونية اللي أنا يقول لقب، ومن بعد نشوفوا موضوع لهم. فهمت نعاود حاجة قلتها، فهمت اللي عنده أي موضوع يحب يعاون السيد اللي قدامكم من مروية غنية على التعريف، ديجا اليوتيوب يخرج مروان بن علي كان تطلبني. فهمت ماهيش خريجي 26 151 226 151 200 اللي عنده معناها أي مساعدة باش حياتي تزيد ترفع أكثر من هكا يعطيه الصح. وأنا نشوف وتونس ربي معاه وكو داخلة في تريب خايب برشا البلاد. فهمت ربي يسترنا وكو. إي عرفت أنك أنت باش تعاود كل شيء من جديد، بالنسبة ليك يعني كانت خيبة أمل وإلا بعد دوسي حطوه في رئاسة الحكومة وفي القصر نتاع الرئاسة وفي الأرشيف الوطني. فهمت عبارة حاجة متروكة راقدة. فهمت ويمكن باش نشوف كان رجع عبد الرزاق الشابي، خاطر كلمته فهمتني تحصلت على نمرو وكلمته وغاب علي سنين، يمكن باش نعاود أنا وياه ونعطيه الدوسي الكل. برشا طالبين توانسة الدوسي باش نعملوا فوتوكوبي وان شاء الله ربي يسهل. فهمت انا توا اللي يهمني يعاونوني باش ناخذ دار، خاطر ما عادش نجم الكراوات وبعد. فهمت سكن شعبي ولا اللي هو كمواطن مضطهد ومقسم الحياه. باش نخليك الكلمه الاخيره مروان، كلمة تحب تقول؟ الكلمه الاخيره نعطيها للنيو ميديا يخليوني نتكلم بصراحه وما يقصوش. نشكرها كشان نتاع يوتيوب، ونشكرك انت وغاده والسيد كاميرامان جلال. فهمت دانيرمون الجزيرية تفرجوا في موضوع قناة النهار، فهمتني برشا بلدان ولاو يعرفوني أكثر من نص الكرة الأرضية، ولا غالب كاين واحد حاشاك كل كلمة ما اللي يعملوا الكل يفسخوا، وربي يجيبنا في الصواب وكا إن شاء الله. شكرا مروان.